إذا فقد المصلي ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة، فهل تصح الصلاة؟ إذا فقد المصلي ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة، كما لو تلبس المصلي بالصلاة بدأ يصلي بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، جاء الصبي وأخذ التربة من أمام المصلي، فهل تصح الصلاة أم تبطل الصلاة؟ تصح الصلاة ويسجد على ما لا يصح السجود عليه، يعني إذا أكو فراش قدامه بإمكانه يسجد على الفراش اللي موجود، سجادة يسجد، السجادة والفراش في حال الاختيار لا يجوز السجود عليها، لكن في حال الاضطرار إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة بسبب مثلا شخص أو صبي أخذ التربة من أمام المصلي، فصلاته صحيحة ولا حاجة إلى الإعادة، ولا فرق في سعة الوقت أو في ضيق الوقت. يعني لو كان هناك مثلا بعد ساعتين أو ثلاثة ينتهي الوقت، هذا سعة وقت، هنا أيضا في سعة الوقت صلاته صحيحة، يسجد على السجادة وتصح صلاته. في ضيق الوقت أيضا كذلك، يعني لو كان باقي من الوقت دقائق ويخرج وقت الصلاة وفقد المصلي ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة في ضيق الوقت، أيضا صلاته تكون صحيحة.